الثقافة والذكاء وسرعة البديهة والطلاقة في اللسان هي أهم حاجات لازم تكون موجودة في المذيع، وهو ده اللي الاختبار بتاع النهاردة بيعتمد عليه. أنوار الراشد من الكويت، يا هلا. عندك كام حاجة من دول ولا عندك كلهم؟ والله إن شاء الله خير، هذا اللي أقدر أقوله صراحة. جربي وجود لك وربنا معاكي. إن شاء الله. خليكيش خايفة، خليكي مرتاحة إن شاء الله. يلا جود لك. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. لنشوف شو راح يطلع لك. يلا بسم الله. أحلام تعتزل الغناء. أسعد الله مساكم مشاهدينا اللي كل من يشاهدنا عبر القنوات الفضائية من قناة أبو ظبي الأولى وقناة الحياة المصرية. طبعا بداية أجمل تحية للجنة التحكيم المتواجدين معنا أكيد، وكذلك لجمهورنا ولكل يشاهدنا من خلال برنامج مذيع العرب. قبل أن نبتدي وصلنا خبر من خلال المخرج وقال لنا طبعا أن أحلام تعتزل الغناء، لكن لا أعتقد أن الأحلام راح تعتزل الغناء، وأحلام إن شاء الله بإذن الله راح تستمر وظل تستمر، لأن هي يسمونها بأسطورة الغناء العربي والخليجي أكيد. ونقول لكم لا تحاتون، بتسمعون صوتها كل يوم. حسيت أن أنت بتقولي الخبر وخلاص، يمكن الخبر مزعج، الواحد كان عايز رد فعل تاني، لكن صحيح. اكيد ان انت قلتيه بطبيعيه بطريقه كويسه. شكرا شكرا.